بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض أنا مش هقولك اديني فرصة تانية. ادي فرصة ليلى بنتنا إن هي تعيش حياة كويسة. وبعد كده لو ما قدرتيش تعاشريني يبقى عندك العيب. كل حكاياته وفضايحه جات لي لحد عندي. عشان أشوف بعينيا وأفوق. ورغم كل ده أنا برضو مش عارفة أدي لإسماعيل فرصة حقيقية. الناس بيقولوا إن هما جايين يحجزوا على البيت. معقول تكوني مصدقة فعلا؟ تبريراتي ما تخصنيش. تخص مراتك. هو حضرتك بتنقي لإيه بالظبط؟ عقبال عندك، أنا كسبت البريم وفرحانة وعايزة أفرح كل حبايبي معايا. الناس نفسها تسلم عليك. هو أنا مش قادر أشوف حد. طمني عليك. القضية واصلة لحد فين؟ القضية مش القضية. هتخلص. أنا بس اللي عمري ما حنسى إن أقرب الناس ليا ما صدقونيش. أنا كده فهمت هما ليه عفوك عن العمل. إسماعيل! إيه ده دكتور مريم؟ ما بقى في شيء بيربطنا فيك بيخليني أضطر أتحمل العيشة معك. الحمد لله راح. يعني ايه يا متر؟ مش حضرتك قلت مفيش أي إجراءات لحد ما التحقيقات تخلص؟ طيب هعدي على حضرتك. يناسبك الساعة كام؟ وهو كذلك ممنون لك. سعيدة. طمنيني. هل أدى لهم؟ عايدة أنت عملت اللي في دماغك
ورحت للدكتور من غيري. على الأقل قولي لي قال لك إيه. صار لازم أتعود أعمل كل شيء لحالي. على العموم اطمن، أنا منيحة. بدك أقول لك شو كتب لي؟ ولا مش بحاجة أقول لك؟ أنت عندك خبرة منيحة بهيك حالات. عايدة أنا حتى ما بقتش قادر أشرح لك. أنت أصلاً رافضة تسمعي أو تصدقي غير اللي نفسك تصدقيه. مش أنا طلبت من نبيلة صورة للولا؟ جبت ليها من التياترو من عند بيها. هي نفس الست مزبوط؟ أي ست؟ اللي شبهت عليها بالتياترو. كنت ناسي وين شفتها. بعدين تذكرت. اجيت لهون على البيت. وعملتوا علي مسرحية إنه بيها مريض. كيف قدرت تعمل هيك فريد؟ ببيتي وقدام عيوني. اللي بيني وبينها كان خلص وقتها، ما كانش في بيننا حاجة. من يوم ما تجوزنا وأنا ما خلص لي؟ ما بقى فيك تكذب أكتر من هيك فريد. وأنا ما بقى فيي أتحمل أكتر من هيك. رح أعمل اللي بأصلي. مش رح أحكي شيء لأهلك، لأنه أكيد مش رح يقدروا يتحملوا اللي أنت عملته. رح ضلني حدك لكن الموضوع خلص. أياً كانت الطريقة اللي رح يخلص فيها. وساعتها رح يكون في بيناتنا كلام تاني. وبعد هالك يا اخوي روق، ما تهملش في نفسك كده. احنا ما عندناش اغلى منك. مش عارف الاقيها منين ولا منين. البيت اللي اترهن وبعديها الاوتيل ممكن يروح، ولا خطوبة نبيلة اللي اتفسخت. يبقى الحمد لله. ما هو طالما باع عند أول مزنق كده يبقى عمره ما كان شاري، وهي ربنا هيكرمها باللي يصونها ويقدرها. مش عارف أهون عليها إزاي في وسط كل اللي إحنا فيه ده. أدخل. قدرت توصل لأي اتفاق لتأجيل السداد؟ ليه يا فندم؟ مش محتاجين. أفندم الرهن هيتفك خلاص. طب استناني عند فهيم أفندي لو سمحت، وشوف معاه الإجراءات اللي لازم تتاخد عشان موضوع التياترو. تقصد إيه حضرتك؟ هو هيفهمك على كل حاجة. الأهم حاجة في ده كله السرعة. بعد إذنك. بس دي فلوسك يا نعمات. ما كانش شقة عمري اللي تعبت فيه، ولو ان حتى ده ما يغلاش عليك. ثم ان التذكرة دي بالاخص انت اللي شاريها لي، يعني ليك فيها اكتر ما ليه. ايوه لكن ما لكنش. قوم يلا عشان تلحق تطمن نبيلة. ريحها وارتاح انت كمان يا استاذ صدقي. اقوم انا بقى. انا مش رايح في حتة غير وانت معايا. بس أنا لسه صدقي لسه يا نعمان، البيت ده بيتك من يوم ما حطيتي رجلك فيه أول مرة، وباللي عملتيه النهاردة ما بقاش ينفع تبعدي عنه ولا عني أكتر من كده. المشاكل دي ممكن تعدي وممكن ما تعديش، وفي الحالتين أنا هعرف أخرج منها صلب طولي، بس لأنكم أنتم جنبي. وهو أنت كل مرة هتجيلي فيها التياترو هيبقى فيه بعدها حكاية ورواية؟ وهو أنا يعني كان بخاطري؟
اوعى يكونوا كملوا خناق برا التياترو. لا، عبالة ما طلعنا كان فريد خلاص مشي. ده انا كنت حاطه ايدي على قلبي لحسن يقول حاجه وان اسماعيل يفهم ولا يعرف. لا ما يعملهاش. لو كان فريد في وعيه ما يعملهاش. بس الراجل اللي انا شفته امبارح غير الراجل اللي انا اعرفه طول الفتره اللي فاتت. الغيره تعمل اكتر من كده. ما انت عارفه انه غيران، مش بايده. انا والله ما كان قصدي اضايقه، ولو كنت عارفه ان فريد هناك ما كنتش رحت. بس اسماعيل فرض عليا ان هو يجي معايا وانا ما بعرفش اقول له لا. انا مش بغلطك، انا بس بفهمك هو اتصرف كده ليه. شايفك بتضيع من ايده وشايفك مع راجل تاني. ولا راجل تاني ايه ده؟ هو الراجل الاولاني. انا في وسط اللي انا كنت فيه ده ما عرفتش اشوف لك صاحب التياتر اللي جاي لك من مصر. انا بقى شفته. بجد شفته واتكلمنا وعرض علي عرض كبير قوي. ولا بقى عايزني اروح مصر الاول ولا لسه هيجربني ويحطني تحت اختبار وهيوديني على فرقه كبيره قوي هناك. ما كنتش حتى احلم ادخل اتفرج على مسرحياتهم مش امثل فيها. يعني هتسافري؟ انا لسه ما اديتلوش رد لحد ما اطمن عليكي واشوف هتعملي ايه. ربنا يخليكي ليا يا جليل ويكتب لك كل خير. مش قادره اتخيل شاب في اول العمر لما يمر بكل ده هيحس بايه. مهما اطمنت عليه. انت كويسه؟ هو رجع ده لوحده عندي بالدنيا واللي فيها. لو كان ممكن نقول ان ايامها تنسي اللي شافه في الحرب. الحرب سابت له اللي يفكروا بيها طول عمره. مش عايزه افكر في الموضوع ده لانه ممكن يهدمني. لا انا ولا هو حمل اني اضعف. عشان لو كنت بقوي نفسي في غياب اراد فهو دلوقتي محتاجني اكون قويه 24 اراد. لو احتجت اي حد يتكلم معاه اوعي تلجئي ليا. انا اخر واحد ممكن يساعدك. زي ما اعتذرت لك وشرحت لك انا ليه خبيت عنك الفتره دي كلها لازم اعتذر لك اني انشغلت برجعته عن اني اسال عليك. مش غريبه دي؟ احنا كنا عارفين عن بعض كل حاجه. دلوقتي حاجات كبيرة بتحصل في حياة كل واحد فينا ما بنتكلمش فيها. نفسي أهرب من اللي حصل لي. أنام وأصحى عليه كأنه ما حصلش. لكنه حصل. والهروب مش حل. أديك شفت لما خبيت على كريمة والبنت عرفت بالصدفة ومش منك. كسرت قلبها. تقدر أعيش. خدت حقها مني وزيادة. لا دي حكاية أحكيها لك في يوم تاني مع كل الحكايات اللي بتشرحها. قومي اطمني عليه. طب ما اطمني عليك بالمرة. أنا مش كويس. مش هكابر ولا أخبي عليك. أنا مش كويس خالص. بس هحاول اتعلم منك واعمل زيك. اصدق نفسي حتى لو كل حاجه بتقول اني غلط. وزي ما ناجي رجع انا كمان حقي هيرجعني. انت صدقت اللي بيتقال عني؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. لكن عارفه ان كلنا ممكن نغلط. قبل ما اصدق اي حاجه من اللي بتتقال عليك لازم اسمع منك انت الاول. بعتت لي التلغراف. وما قالتلكش هيحجزوا امتى؟ لا ازاي؟ قالت لي وبتعتذر اعتذار شديد عن التاخير. والخبر الحلو بقى رغم خوفها من الطيران الا ان هي هتيجي بالطياره.
انت بتتكلم بجد؟ ايوه، وانا يوم السفر ده همشي بدري شويه، هعدي على الابعاديه اجيب الاشعه والتحاليل، وعدي على الدكتور في مصر خليه يشوف لي حل في موضوع الادويه اللي مش جايبه همها دي. ما تتضايقش، يمكن يكون الدواء بياخد وقت ويمكن يكون ملوش عازة من قصره. يعني ايه؟ مش انت قلت ان انت بتتعرف عليا من اول وجديد؟ بكره ليلى هتيجي وهتتعرف عليها هي كمان. تفتكري لما تشوفني هتخاف من الشلفطه اللي في وشي؟ ما تقلقش، يوم ما ترجع هتكون الخبط خفت. على فكره انا لولا وجودك كنت عرفت مع امي، انما انا كنت خايف من الفضايح وخايف عليك تتبهدلي. بس ده بني ادم مجنون، ما كانش يبان عليه كده اول مره شفناه مع بعض. انما برضه بلاش نتكلم عليه، موقف سخيف وعدى، بلاش نفتكره. وبعدين احنا كنا لسه فرحانين برجوع ليلى، مفيش حاجه في الدنيا اهم. في مسابقه رقص يوم الخميس، لازم تيجوا تشجعونا انا ورشاد. اكيد. أكيد مش هتروحوا، ما تيجي نكمل السهرة عند سعيد، ده عامل حفلة عنده في البيت. دكوك يلا بينا. أنت تعرف سعيد؟ طب تحب تيجي معانا؟ لا ما تشغلش بالك بيه، أنا هروح عند ناس أصحابي قريب من هنا. عارف، أوعى تنسى مسابقة يوم الخميس. شكرا على الوزور. لو كنت لقيتك نايم بكفايه الكسل بقى. يلا قوم تعالى اقعد معانا بره. مش عاوز اخرج. خلاص لو مش هتخرج انت تدخل لك هي. تعالي ادخلي له انت وهو مش قادر يقوم. يلا انت هتعملي ايه فيها مكسوفه؟ هعمل لكم حاجة تشربوها، خلوا الباب مفتوح. ها
مش مصدقه انك رجعت وانت شايفاك قدامي. يمكن الاحسن انك ما تصدقيش. ليه بتقول كده؟ لان ناجي اللي رجع غير ناجي اللي انت كنت مستنياه. بس اللي انا شايفاه قدامي ده هو نفس الشخص. ما بتكدبي على نفسك، عينك اللي بتيجي مكان دراعي الفاضي فتضحكي. منين وانا ما قصدتش؟ كل حاجه هتكون احسن صدقني. من فضلك مش اطمنتي، انا عايز ابقى لوحدي. حرام عليك، انت مش فاهم استحملت قد ايه. استحملت؟ اوعى تكون فاكر انها كانت سهله علينا اننا نفضل متشعلقين بالامل والوقت عمال يعدي من غير ولا خبر منك. طبعا على الاقل انتوا كان عندكم امل. انا حتى ده نسيته من زمان. حل مكانه الخوف. الخوف بقى قرب لي من نفسي، ملازمني من أول مرة شفت واحد صاحب ليا بيموت. بدل ما أحاول أساعده هربت لحد ما دراعي راح. قعدت ساعتها أعيط زي العيال الصغير، خايف للوجع ما يخلص. أنا آسفة، أنا عارفة اللي أنت عديت بيه كان صعب. لا أنت مش عارفة، محدش بيحس بالنار غير اللي بيتكوي بيها. أنا أصلاً مش عارف أنا عايش ليه. يا حبيبي أنت عايش عشاني، عايش عشان نفسك. نينو أنت أقوى من كل ده. أنا عاجز، مش عايز الحياة ولا طايقها، بس أنا أضعف من إن أنا أنهيها. يمكن غلطتي اني ما سالتش عنهم وقتها كفايه. شفت تعلقك بيه وانهم من طرف الست ماجدة الله يرحمها، ويمكن اتخدعنا في شكلهم وهيئتهم اللي تبين انهم ولاد اصول. هو يمكن من عيله كبيره، انما مش ده الاصل الطيب اللي يبان وقت الشده. واليومين اللي فاتوا بعد اللي عملوه حبيت اتقص وعرفت الحقيقة اللي قدروا خبوها عننا. حقيقة ايه؟ حسن هيخطب واحدة تانية؟ حسن ما حلتوش اللي يخطب بيه واحدة تانية يا نبيلة. عيلتهم مفلسة وعليهم ديون كتير. واضح انه كان طمعان فيكي وفيا. ولما حصل اللي حصل قرر يسيبك ويدور على فريسة جديدة. مستحيل يا بابا، حسن بيحبني. ده وقف قدام اهله علشاني لما كانوا رافضين الموضوع في الاول. ولو وصل لك انه اهله رافضينك ازاي وافقتي انك تكملي؟ انت تستاهلي تدخلي عيله حباكي وقبلاكي. انت غاليه قوي قوي يا نبيله، وانا مش هرضى انك تخرجي من البيت ده الا لحد يستاهل. رايحة فين؟ أنا قلت سيبكم براحتكم. لا تعالي اقعدي يا نعمات، عايز أفتحكم في موضوع. أنا ما كنتش حابب أدوشكم الفترة اللي فاتت بمشاكل الشغل، إنما ديكم شفتوا اللي حصل، ومش حابب إنكم تتفاجئوا مرة تانية، فحبيت أبلغكم اني بفكر ابيع التياتر. وضع سيء للدرجه دي؟ اللي عملته نعمات ساعدنا نعدي الازمه الصغيره دي،
لكن الحقيقة إن إحنا محتاجين حل دائم وإننا عندنا مشاكل كتيرة، وأفتكر هو ده الحل الوحيد اللي عندي عشان أقدر أحافظ على الأوتيل والبيت ولو إني صعب عليا أفرط فيه. فداك يا أخوي، المهم إنك بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله نبيع كل حاجة ونبدأ من الصفر. المهم إن إحنا عايشين في عزك وفي كنفك، في فيلا بقى ولا في شقة مش مهم. لا مش هتوصل للدرجة دي، بيع التياترو هيوفر سيولة. عايدة في إيه؟ نبيلة اهدى يا فريد. امال اهدى ايه؟ اذا كان صدقي بيه جاي بيتهمني بحاجه جديده خالص. مش بتهمك بحاجه يا فريد، اهو حضرتك بتقول ان انا عورت عايده وضربتها. لا هو ما قالش انك ضربتها، وهي كمان ما قالتش ده. كل اللي قالته انه لما جالك خبر بوقفك عن العمل اعصابك باظت خالص وابتديت تكسر في البيت، ودينا اهو شايفين بنفسنا. جايز كنت اتعصبت شويه، لكن ده طبيعي مع كم الضغوط اللي انا بمر بيها. عايده كانت واقفه جنبي فالازاز جه في ايديها بالغلط، لكن انا اكيد ما كنتش اقصد حاجه زي كده. انا مش هحاول حتى ادافع عن نفسي لان عارف ان مفيش فايده اذا كنت صدقت موضوع لولا. احنا صدقنا لاننا كلنا عارفين اللي كان بينك وبينها. ارجوك ما تخليناش نتكلم في تفاصيل شخصيه. انا مصدوم، انا كنت متخيل ان بعد العشر اللي بينا انكم مستحيل تصدقوا ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. اذا نخلي القانون ياخد مجراه واكيد براءتك هتظهر، انما العصبيه زياده دي ملهاش لازمه. خناقه في التياترو، خناقه في البيت. جرالك ايه يا فريد؟ ايه ده؟ انت اتخانقت في التياترو؟ ارجو انك ترجع لعقلك وتتعامل مع الموقف بحكمه. عايده هتبات عندنا النهارده. ليه؟ لانها خايفه ترجع البيت. شفت وصلت الوضع لايه؟ متهيألي تسيبها تهدى وتهدى انت كمان، لان اللي حصل ده ما ينفعش يتكرر. إلا ساعتها هضطر أتدخل أو نبلغ أهلك في مصر وهم يتدخلوا، بما إن البنت ملهاش أهل هنا. بتخانق معاه وبهدلهولك. كان بيحكي لي أنا ونعمات وإحنا تحت. بصراحة أخدت صفت مع إني كنت فاكراها هتشمت. المهم بكرة تلاقي جاي لحد عندك ويعتذر لك. ومن بعد ما يعتذر لي؟ قصدك المشكلة إياها؟ مش عارفة أقولك إيه يا عايدة. حاولي تديله فرصة تانية، بلاش تهدي البيت على اللي فيه عشان خاطر ولادك. أنا ما بقى فاضل لي غير نادية يا حبيبتي. يا عايدة إزاي ما تقولي ليش؟ انت كان فيك اللي مكفيك وانا ما كان بدي اشتكي. ما بعرف اذا بضلني معه مثل ما انت عم بتقولي وبسامحه كرمال ما هد البيت او بعد اللي هو فيه ده، بس علشان هو مضغوط بسبب المشاكل دي. هو دلوقتي متعصب وانت لازم تستحمليه عشان هو اكيد مش قصده، بس لازم يوعدك ويحلف لك ان ده مش هيتكرر. وإذا كان حلف من قبل؟ قصدك إيه يا عايدة؟ هو ده حصل قبل كده؟ الخبطة اللي كانت في إيدك وقت عزت أنت مجدة كانت بسببه؟ حاسس اني واقف قصاد الدنيا كلها لوحدي، كل حاجة بتروح مني. انتي، شغلي، ابني، مش عارف لو حاضر افضل صامت ولا لا. لو كل الناس شايفة انك غلط تقدر لحد امتى تقول انك صح؟ طول ما انت مصدق انك صح.
المهم ما تكبرش انك تعترف انك غلطان. انت مصدقة اني غلطان؟ مش مهم انا مصدقة ايه، المهم هو انا جاي النهارده لانه مهم، حتى لو كل اللي بينا خلص خلاص، لانه مساخاتنا ببعض اتهست راحت ودي صعبة ترجع تاني. المهم بالنسبة لي قبل ما نفارق بعض أعرف أنت بالذات شايفاني إزاي. صعبان عليا إنك تحس بالندم بعد كل اللي عدينا بيه. كل اللي بطلبه منك إنك لو حكمتي على مصير علاقتنا بعقلك، خلي قلبك هو اللي يحكم عليا. انت اديتني تاني احلى حاجه في حياتي بعد ليلى، وزي ما ليلى يوم ما بعدت عني عمرها ما خرجت من قلبي، اللي في قلبي ليك عمره ما هيتغير مهما الظروف عندتنا وبعدتنا. وانا معاك، صعب نبقى مع بعض، اللي ما بيننا اتعكر وصعب انه يصفى. لكن مهما حصل أنا عمري ما هنسى اللي أنا عديت بيه، ما هونهوش غير وجودك في حياتي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان عشان خاطري. سعيدة. سعيدة تفضل. شكرا. انا ما طلبتكيش ليمون المرة دي. انا كنت هعدي عليكي بالليل عند صفية وبعد كده قلت الصباح روح. إيمان خلاص جاي في طيارة بكرة، بعتت لي رقم الرحلة وميعاد الوصول. بجد؟ بكرة؟ بكرة بكرة يا إسماعيل؟ وأنا هسافر بكرة الصبح بدري. وكنت بدي أسألك يعني لو ممكن نسافر مع بعض. بس أنت قلت إنك هتعدي على البيت وأنا عايزة أسافر على مصر على طول. وممكن نسافر سوا ونستقبلها سوا. كريمان انا عارف ان انا طلبت منك فرصه بس ما اعرفش اذا كنت استاهلها ولا لا، بس اللي انا واثق منه ان انت وليلى تستاهلوها. وعلى قد ما انا مقدر انك مش قادره تختاري، على قد ما انا نفسي اعوضك انت وليلى. أنا لما عرفت إنك بعتي الدبلة بتاعتك عشان تعرفي تعيشي، فكرت أجيب لك واحدة عشان تبقى بداية لعيشة جديدة لينا مع بعض. ممكن ناخد أي قرارات في الموضوع ده بعد ما ليلى ترجع بالسلامة؟ أنا أصلي دماغي مش فيا دلوقتي، مش عارفة أفكر في أي حاجة غير إنها راجعة. طيب ممكن على الأقل تفكري في إن احنا نستقبلها سوا؟ ناجي؟ ناجي؟
الأكل جاهز. أنا مش هاكلها. براحتك. بس أنا مش هدخلك الأكل أوضة. ولا هفضل قاعدة معاك فيها ليل نهار كأن مفيش حياة ولا دنيا براها. عايز تعمل كده أنت حر. أنا مش هسايرك في ده. أنا ما استنيتكش طول الفترة دي تخرج من سجنهم عشان أقبل إن أنت تيجي تحبس لي نفسك هنا. يا حبيبي أنا مقدرة إنك بتتشال وتتحط لما حد يقول لك إنه فاهم اللي أنت مريت بيه. وهو كان نايم على سرير وأنت بتتبهدل هناك. لكن أنا سريري وأنا معرفش عنك حاجة كان شوك بتقلب عليه. يمكن أنا عمري مهما حكيت لي وصفت لي اللي أنت شفته ما هفهم ولا هحس. لكن أنا حاسة بوجعك ووجعني. أي خسارة بتتعوض. أنت موجود وعايش ورجعت. وأيا كان الصعب اللي أنت مريت بيه فهو عدى خلاص. وانا جنبك. انت ما خسرتش نفسك يا نينو. انت محتاج بس تدور عليها وهنعمل كده سوا. انا رحت للجواهرجي رجعت له كل الحاجات اللي اشتريتها منه إلا دول. ما هنش عليا رجعهم. دول حلوين قوي يا أبلة. ما كانش لزوم تتعبي نفسك. تسلم إيدك. عمري ما هقلع. ربنا ما يحرمكم من بعض ولا يحرمني منكم. يعلم ربنا إن غلاوتكم في غلاوة إخواتي ولو إن أنتم أطيب منهم كمان. ربنا يهديهم لك يا أبلة ويهديهم عليكي لما يعرفوا اللي أنت عملتيه. ما حدش ليه حاجة عندي. فلوسي وأنا حرة فيها. إن شاء الله أعملها مراكب ورق ومشيها في الكنال. الله. أنا همشي بقى. أنا كنت جاية عشان أسلم بس على كريمة قبل ما تمشي وترجع لنا بالأمورة الصغيرة. طب ما تخليكي تتعشي معنا الأول. ما أقدرش. عندنا ضيوف. عايدة بيتة عندنا. ما ينفعش أسيبها لوحدها. لازم نضيفها. بيتة عندكم ليه يا أبلة خير؟ مشاكل مع جوزها. ربنا يهدي الجميع. ايوه عشان موضوع لولا صح؟ يا ريتها جت على قد موضوع لولا بس. ده الموضوع كبر واتخانقوا واتعصب ومد ايده عليها. دي نبيله كانت بتحكي لصدقي بتقول له ان دي مش اول مره ويا ريت يقعد معاه ويعقله ويفهمه. انا مش عارفه رجاله ايه يا اختي دول بمد ايديهم على الحريم. ايش حل لو ما كانش دكتور ومتعلم بره؟ يلا فدتكم بعافيه يا بنات. عايزين حاجه؟ شكرا يا ابلة. بالإذن يا حبيبتي. مع السلامة. لعلمك بقى أنا ابتديت أصدقه في موضوع لولا. أنا عارفة إن نبهة أزرق وممكن تأذي اللي يجي عليها. ما هي لو مش أول مرة كان زمانك هتبقي عارفة. ده أنت كنت عايشة معاهم في نفس البيت. هو أنت فاكرة إن الناس اللي كانت عايشة معايا في البيت أنا وإسماعيل كانوا عارفين اللي بيحصل؟ زي ما هو كان بيتفنن ازاي يهني انا كمان كنت بتفنن ازاي اخبي وداري عن اللي حوالينا. مهما تقال عن فريد مش عارفه اكرهه. حط الشنطه. خد نادى وانطري. تخيلت انك رح تتاخر بمشوارك اكتر من هيك. انت جيتي وانا برا عشان تمشي من غير ما تشوفيني؟ انت قررتي تنقلي عند ست ايبي خلاص؟ اكيد لا. مش بتقولوا يا بخت من زار وخفف؟ لو في حد حسيب البيت يبقى انا. بس لازم تقولي لي مش هرجع اتفاجئ بده.
بصراحة أنا كنت محتارة بين إنه أمشي بلا ما وضعك وترك لك ورقة أكتب لك فيها كل شيء، ولا أنترك لتجي وشوف ردة فعلك على اللي بدي أقوله. بس القدر قرر لي ما كتب لي إني أشوفك وبريد ناري. للدرجة دي؟ أنا مش بس رح أترك البيت يا فريد، أنا رح أترك البلد كله. وبتشكرك إنك خلصت لي الورق تبعي أنا ونادية أول ما طلبته منك. حتسافروا؟ إيه؟ بعد ساعة منكون بطريقنا على لبنان. معي جوازات السفر واشتريت التذاكر ومعي إذن الزوج يلي دغري طلعت لي أول ما طلبته منك. أكيد كرمال تخلص مني يخليلك الجو مع عشيقتك. عايدة، أنا قلت لك إن موضوع لولا ده كله كده. أنا مش عم بحكي عن لولا. أنا بعرف كتير منيح إنه هيدا الموضوع مش حقيقي، لأنه أنا اللي دبرته. أنا عم بحكي عن عشيقتك الحقيقية. كريمان. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. أنا مدمنك، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب. لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أعراب مدمنك.
قادرة من حبك أخف ولا قد أعرض للانسحاب.